أهلا بكم في سلسلة إلكتريكال باور، القوى الكهربية لطلبة هندسة والكل مهتم بالكهرباء، إعداد المهندس كرولس رفعت. ودي الحلقة الثالثة من ستارت ودلتا كونكشن. ستار هنا معناها إن الجنريتور هو اللي هتوصل ستار، ودلتا اللي هنا معناها إن اللود هو اللي هتوصل دلتا. هنشتغل على البانل الكبيرة الخاصة بالقدرة الكهربية المنزلية، وهنشتغل على اتنين كيسز، مرة اللود اللي هنا هيبقى بالانسد ومرة هيبقى امبالانسد. اتكلمنا سابقا عن اللوحه دي 3 فيز اي سي باور بانل وعملنا ليها عرض سريع. النهارده هنستكمل الشغل عليها في حاله ستارت ودلتا كونكشن. النهارده هنشتغل على الكيت الكبيره، طبعا هنشتغل ستار جينيريتور مع دلتا لود. خلي بالك بوصل ستار جينيريتور مع دلتا لود. قلنا قبل كده ده الكونتاكتور الخاص بالجينيريتور، وده الكونتاكتور الخاص بالستار، ده الكونتاكتور الخاص بالدلتا. انا مش هشتغل ستار خالص مع اللود النهارده، ده الكونتاكتور مع الجينيريتور اون اوف بس مش اكتر. هنقيس الفولت بتاع الجنريتور كفيز ولاين. خلي بالك ادي الثري فيز جايين اهو كانبوت، طالعين هنا في الاطراف دي، هي نفس الفولتات اللي هنا او نفس الاطراف اللي هنا. قلنا ان ده ستار يبقى ليه نيوترال، نيوترال بتاع الجنريتور اهو، ده نيوترال جنريتور. هقيس الفولت بتاع الفيز للجنريتور، هروح للفولتميتر عندي اظبطه على وضع فولت، على فولت اي سي، اتاكد ان هو اي سي طبعا. تمام خلاص، هبتدي دلوقتي اوصل. ركز معايا كده، انا طبعا انا فاصل الدايره وفاصل كل حاجه. هبتدي ارفع عندي الكونتاكتور بتاع الجنريتور كده، انا عملت اون بس انا فاصل الدايره طبعا عشان اقيس الفولت بتاع الفيز. بوصل ادي فيزه اهي، ادي طرف اوصلها مع النيوترال. فين النيوترال؟ النيوترال واصل هنا معايا اهو، ده النيوترال عندي. تمام كده مديني تقريبا 227 او 225. تمام النيوترال واحد للثلاثة خلاص. انا مجرد بس هنقول على الطرف الثاني، الطرف الثاني مع النيوترال 225 برضو. تمام طيب هنرجع تاني، هنوصل على الفيزة الثالثة اهو، ما تنساش بوصل مع النيوترال 225 برضو. تمام طيب عايز اقيس الفولتج لاين تو لاين او الفولتج لاين للجنريتور نفسه، هوصل بين اتنين لاين، بين اللاين الاول واللاين الثاني. تمام ده طلع كام؟ 300 تقريبا 96، اللي هو جذر 3 في 230 اللي كانت طالعه من شويه او 225. تمام بين اللاين الاول والثاني اسناب، بين اللاين الاول والثالث 396 نفس القراءه. طب بين ال2 وال3 تمام برضه 395 او 96 مفيش فرق. يبقى الثلاثه متساويين عشان عندي مين في الجنريتور، بيبقى الثلاثه فيزز عندي متساويين. ده خاص بالجنريتور. هنوصل دلتا ازاي؟ اول حاجه بوصل ادي عندي الطرف بتاع ال1، ادي ال1 هيبقى رايح على الفيز الاولى اهو، هوصل بس دي مع دي هنا، واجي اقفل المسار الثاني ال2 ماشي هنا مع الفاز الثانيه اهي. تمام واجي كده ال3 ماشي هنا، اقفل بس المسار ده. تمام ده من ناحيه توصيل الاسلاك. نيجي لنقطه ثانيه، احنا قلنا ده الكونتاكتور بتاع ستار وانا مش هشتغل عليه، انا هشتغل مع دلتا. يبقى انا ارفع ايه؟ ارفع دلتا، دلتا هيبقى نازل هروح رافع خلاص. تمام اتاكد ان ستار مش شغال عشان ما اعملش قفل. هبتدي افتح السويتشات عندي. خلي بالك الليدز دي او اللمبات البيان دي خاصه بالجنريتور، معناه ان في كهرباء جايه من الجنريتور. هبتدي افتح، قلنا المسارات دي مفتوحه خلاص، هبتدي السويتشات دي هتقفل المسارات. انا كده شغال دلتا. تمام شغال ايه؟ دلتا. هقيس الفولتات بتاع الدلتا. تمام هقيس الفولت بتاع دلتا ازاي؟ خلي بالك دلتا عندي هنا مفيش نيوتر، بقيس على الفازه نفس. خلي بالك انا شغال بالانس لود، الثلاثه متساويين لان كل برانش فيه لمبتين بس، الجزء ده انا لغيه من الدايره عامل عليه شورت سيركت. يبقى عندي ثلاثه فازز، كل فاز فيها لمبتين، الثلاثه متساويين. هقيس الفولت بتاع الفيز الخاص باللود، هاجي على نقطه من دول اللي هي دي عامله شورت سيركت اهي. تمام اوصلها هنا مع نهايه الفازه. فين نهايه الفازه؟ اللي هي النقطه دي خلاص. بص كده طالعه 396، 396 اللي هي الفولت بتاع مين؟ الفيز. فولت الفيز هو يساوي فولت اللاين الخاص بالجنريتور. تمام فولت الفيز بيساوي الفولت لاين الخاص بالجنريتور، الفي فيز بتساوي في لاين. هنروح لمين؟ للود الثاني. اللود الثاني بدايته فين؟ بدايته اهو هنا. تمام واجي مع نهايته،
خلاص بدايته مع نهايته. هبتدي ارجع تاني اشوف القراءه عندي 395 ونص او 396 تمام. هروح للفازه الثالثه، الفازه الثالثه بدايتها اهي مع نهايتها اهي كده. الفولت عندي كام؟ 394 ونص. الثلاثه كده متساويين، الثلاثه فولت خاصين بالفيزز متساويين. الفولت بتاع الفيز بيساوي الفولت لاين بتاع الجنريتور اللي هو 395. ده بالنسبه للفولت. تعالوا نشوف التيارات، هقيس تيار الفيز وتيار اللاين. اول حاجه انا هفصل الدايره، هفصل الدايره تمام. هجيب الاميتر عندي اظبطه على وضع امبير، اجيب الاميتر اظبطه على وضع امبير. ما انساش طبعا احرك الساعه كده على وضع امبير، هيبقى اري دي سي، لا اقول له اقرا اي سي تمام. كده هو شغال اي سي. هبتدي انا اقرا تيار الفيز، تيار الفيز اعمل ايه؟ يبقى دي الفيز عندي خلاص، افتح مسارها، افتح المسار كده واخلي الاميتر هو اللي يقفل المسار توالي تمام. كده الاميتر هو اللي هيقفل المسار توالي. كده انا هقيس تيار الفيز الاولى خلاص. كده هشغل دلوقتي تقريبا عندي 7 من 10 امبير اي سي تمام. ده الفيزة الاولى، هفصل هبتدي اشيل المسار ده الاول، ارجعه المسار لاصله. ده خلي بالك انا طيار الفيز دلوقتي تمام، الفيز الاول. طب مسار تيار الفيز الثانيه نفس النظام، هبتدي اوصل هنا توالي على الفيز الثانيه تمام. خلاص هبتدي اشغل برضو 7 من 10 امبير تمام. خلي بالك في بالانس لود الثلاثة شغالة. نفصل هبتدي اشغل، ارجع الثانية لأصلها. هروح للفازة الثالثة هفصلها، الفازة الثالثة هوصل فيها الأميتر توالي تمام. هبتدي اشغل السويتشات عندي، اقفل عندي برضو 7 من 10 تمام، مفيش اختلاف كده، التلاتة متساويين. هرجع تفصيلة الدلتا لأصلها. يبقى شفنا تيارات الفيزز التلاتة متساويين. هنروح نقيس تيارات اللاين، خلي بالك ما زلت أنا شغال بالانس بلود. تيارات اللاين أعمل إيه؟ هثبت الأفو كده هنا. خلاص. هنبتدي نشغل التلاتة. زي ما قلنا ده اللي جاي من الجنريتور، فدي التلاته لاين، فانا هقطع كل لاين منهم عن طريق الاميتر واوصله توالي. ادي اللاين الاول خلاص. هبتدي افتح السويتش بحيث ان الاميتر هو اللي يبقى توالي. ده المسار الاول طالع تقريبا 1.5 او 1.4، 1.5 تقريبا. هتلاقيها هي جذر تلاته في ال 72 او 73% اللي كانت من شويه خلاص. هنروح للمسار الثاني، نفتح ده، نرجع ده لاصله. هروح للمسار الثاني او اللاين الثاني، ده تيار اللاين خلي بالك 2. هفتح السويتش ده عشان ادخل الاميتر هو اللي توالي، 1.4 تمام، متساويين اهو. نروح للمسار الثالث، المسار الثالث اهو. بعد كده افتح السويتش عشان ادخل الاميتر 1.4 او 1.5 نفس القراءة. يبقى الثلاثة متساويين عندي، نرجع ده لاصله. يبقى الثلاثة عندي متساويين، والثلاثة لاين عندي بيساوي جذر ثلاثة اي فيز. ده في البالانسد لود. هنشتغل دلوقتي انبالانسد لود. انبالانسد لود يعني انا هخلي برانش غير البرانش الثاني. هنا انا هدخل الملف بس، وهنا هدخل اللمبة دي معايا في الحسبة. لاحظتوا في اختلاف في الإضاءة الخاصة باللمبات الأساسية. البرانش ده دخلت الملف، البرانش ده دخلت اللمبة تمام. عندي انبالانسد لود. هنروح نقيس الفولت الخاص بالفيز واللاين على اللود. ادي الفولتميتر بتاع الفولت تمام، اي سي زي ما قلنا. عشان اقيس فولت الفيز باخد على الطرف الفيزه ونهايتها تمام. تقريبا طلع كام؟ في زياده هنا، هناك كانت 395، لا ده 415 هنا، في فرق طبعا خلاص. طيب ده بالنسبه لفولت الفيز. خلي بالك فولت الفيز هو نفس فولت اللاين هنا تمام. طيب نروح للفازة الثانية أو المسار الثاني على بدايته ونهايته، نقيس 400 تقريبا و14 تمام. طيب نروح للمسار الثالث، المسار الثالث هنا النقطة دي مع نهايتها
مع بدايه ونهايه الفيزا الثالثه 400 وكام و13 تقريبا. تقريبا الثلاثه متساويين ليه؟ لان فولت الفيز للثلاثه بيساوي الفولتج لاين، والفولتج لاين بتاع الجنريتور للثلاثه متساويين او فيهم تفاوت بسيط جدا زي ما شفنا في بدايه الفيديو. عشان كده الثلاث فولتات بتاعت الفيز تقريبا متساويين وتقريبا بيساوي الفولتج لاين، مفيش اختلاف تماما في الفولتات، تمام؟ هيساوي تقريبا 412. هروح للتيارات، هنقيس تيار الفيز وتيار اللاين برضو. ركز معايا كده، بنفس الطريقه هنبتدي نفتح الدايره الاول او نطفي الدايره الاول. نفتح المسار الاول، هنوصل فيه الاميتر توالي اهو، ده في البرانش الاول. انا بقيس كده ايه اي فيز الخاص بالبرانش الاول، تمام. ابتدي اشغل الدايره عندي، اتاكد ان الاميتر متوصل صح. تقريبا عندي كام؟ 9 من 10. القيمه زادت طبعا هنا تقريبا 1 امبير، خلاص تمام كده. ايه ده؟ تيار الفيزا الاولى، خلاص نطفي نروح للبرانش الثاني. نوصل البرانش الاول، نروح للبرانش الثاني، هنوصل اميتر توالي هنا، هنبتدي نشغل الدايره، تمام. بصوا كده تقريبا 6 من 10 امبير، في تفاوت في التيارات، التيارات مش بيساووا بعض عشان انا شغال انبالانسد لود. نطفي ثاني نشتغل، نرجع الدايره لاصلها، نروح للمسار الثالث نفتحه، تمام. نوصل، تمام، وصل الدايره، ثلاث مسارات شغالين اهو، تقريبا 95% او 1 امبير. هتلاقي في تفاوت بين التيارات، الثلاثه تيارات الفيزز، عندي تيار الفيز في الثلاثه غير متساوي، تمام. نقفل، هنقيس تيارات اللاين دلوقتي. هل تيارات اللاين التلاتة بيساووا بعض ولا لا؟ تعال نشوف مع بعض. أول حاجة أنا هوصل على اللاين واحد أهو، هقفل المسار توالي بالأميتر، هشغل L3 وL2. طبعًا L1 مش هشغله لأن قافل مساره بالأميتر. تقريبًا عندي 7 من 10 أمبير، خلاص؟ تمام؟ طيب، خلي بالك تيار الفيز هنا تقريبا كان 1 امبير، هنا مش عارف تقريبا 7 و8 من 10، هنا 1 امبير، في تفاوت. هنا تيار اللاين ايه؟ 7 من 10 امبير، ده تيار اللاين الاولاني، خلاص؟ هنبتدي نروح للبرانش الثاني او اللاين 2، ادي L2 اهو، خلي بالك هنا، هنبتدي نفتح مساره، تقريبا 1 و2 من 10 او 1 و3 من 10، في اختلاف في تيارات مين؟ اللاين. نرجع لمساره، خلي بالك كده اهو الدايره شغاله اصلها. نوصل ده توالي، عشان اوصل توالي وادخل الاميتر اطلع السويتش، تقريبا 1 و4 من 10. خلي بالك الثلاثه لاين غير متساويين من ناحيه الكرنت. نرجع الدايره لاصلها، تمام. خلي بالك ان تيار اللاين الاولاني كان 7 من 10، اما تيار الفيز هنا تقريبا 1 امبير، 7 من 10 تقريبا 1 امبير، فهنا ما اقدرش اقول ان كل تيارات اللاين اكبر من تيارات الفيزز، لا، خلاص ما اقدرش اقول تيار اللاين بيساوي جزء 3 اي فيز في الحاله الانبالانس لود. ودي كانت تجربه الستار جنريتور للدلتا لود، وبكده انتهت تجربه النار. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله. Thank you.